بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن الأساس العلمي لعلاج بالصوت. قام بعض الباحثين بتجارب على تأثير الترددات الصوتية على خلايا الدم. تبين أن للصوت تأثير على مدى تأثير على هذه الخلايا، حيث يجعلها تهتز بطريقة صحيحة وتقوم ترددات صوتية محددة بتنشيط هذه الخلايا وإعادة توازن لخلايا الدم الحمراء. ونفس الوقت يمكن للصوت أن يطيل عمر الخلية من خلال تصحيح البرامج التي أودعها الله سبحانه وتعالى لها. فالتلوث والفيروسات والسموم الموجودة في الماء والهواء والغذاء، جميعها تؤثر سلبا على هؤلاء الخلايا وتحدث اضطرابات في عملها، مما يؤدي إلى الأمراض. هنا يأتي العلاج بالصوت ليعالج هذا الخلل، والله أعلم.